السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم اقترحت عليكم هاد الكيكات، كيكات فرضيين بمذاق الليمون او البرتقال، كيجيو بنان وكيجيو لذات تبارك الله، وكتجي لي كيك كيجيو خفافين ومهويين، وبواحد الكريمه اللي كتجي بنينه ولذيذه كتزيدهم لذة على لذة. خوتي خواتاتي، الله يحفظكم، الله يجازيكم بخير، ديروا لايك واشتركوا، مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. ندوزو ان شاء الله للطريقه. بسم الله، عندي 3 البيضات بحرارة المطبخ، نزيد عليهم رشيشة ديال الملح، كاس لاروب سكر سنيدة، نخلط مزيان، بعد ما ذابت سنيدة نزيد كاس لاروب ديال الزيت، نزيد كاس ديال الماء دافي، الى عندكم عصير البرتقال زيدوا كاس، نزيد قشر البرتقال، نزيد الدقيق الكاس الاول قياس كاس العنبه، نزيد نص كاس، خميره واحده 8 غرام خميره الحلويات، الخليط كيجي على هذا القوام، كيجي خفيف شويه ما كيجيش ثقيل، بين وبينها شويه ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف. الا درتو الدقيق وجاكم خفيف بزاف زيدوا واحد المعلقه ديال الدقيق صافي حتى تحصلوا على هذا القوام. نرد الخليط في هذا الكاس باش يصلح لي نديرو في القوالب، عندي هاد المول، هاد الليمون الفرضيين دهنتهم بالزبدة، دابا غادي ندير فيهم الخليط، ما تحمروهمش بزاف، خليو لهم واحد شويه من المساحه فين غيطلعوا. نعمر ليمول وغنشعل الفران، الفران عندي بارد غنشعلو وندير ليمول ديالي يطيبو، الكيك ديالي يطيب، تحمر من التحت وتحمر لها الوجه من الفوق، وغتشوفوا معايا ان شاء الله الشكل النهائي ديال الكيك كيفاش كيجيو. طيبوهم على عافيه مهيله. ها الكيكات من بعد ما طابو خليوهم حتى يبردوا عاد حيدوهم من الليمول، عندي هنا الكوك اللي حمرتو، عندي هنا المربى او الكونفيتير المشمش، غندير لهم الكونفيتير مع الجناب بهذه الطريقه، صافي دابا غندوزهم في الكوك، نصوب معكم الكريمه اللي عندي فيها نص سيترو ديال عصير الليمون او البرتقال، نزيد معها 3 المعالق ديال السكر سكر سنيده،
جوج معالق ديال النشا عامرين بهذا الشكل. عندي هنا قشور الليمون او البرتقال، الا عندكم النكهه استغناو على القشور، انا ما عنديش النكهه. صافي، نخلط المكونات على البارد بهذه الطريقه، نوضعها على النار مع التحريك المستمر، نار مهيله. صافي، الكريمه من بعد ما عقدات حركوها مزيان حتى تعقد بهذه الطريقه، وهي سخونه غادي نوضعها على الكيك بهذه الطريقه، ما تخليوهاش حتى تعقد. نخليو هاد الكريمه حتى تبرد مزيان عاد نكملو لها التزيين. نزينهم بريشات ديال النعناع بهذه الطريقه، بغيتو تخليوهم غير هكا خليوهم. ندير طريفات هكا ديال البرتقال، نشط ليا العجينه ودرتها في هاد القوالب هكا في هاد الليمون. حتى هما شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو زوينين. شوفوا الشكل النهائي ديال لي كيك ديالي، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو، كيجيو خفاف ومهوين، ديك الكريمه كتجي خطيره، شوفوا تبارك الله. شوفوا معايا عاود هاد الشكيل هذا، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي، يجي خفيف وكيجي مهوي، وديك الكريمه شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي عاقده. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم حطوا لايك واشتركوا، مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع، وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.